chronic hepatitis, the definition of chronic hepatitis في الباثولوجي we have learned انه chronicity يعني حاجة inflammation أكثر من 3 weeks but in hepatology we say chronic means more than 6 months, 6 شهور يبقى inflammation أكثر من 6 شهور يبقى definition أول اللي ممكن يعمل chronic hepatitis what are the causes of chronic hepatitis viral في فيروس بتعمل chronic hepatitis yes فيروس C وفيروس B وبس يعني فيروس إيه ما يعملش فيروس إيه ما يعملش طيب في حاجة اسمها فيروس دي yes دي is part خدته فيرولوجي أو الباثولوجي مايكروبيولوجي فيروس دي is part of virus C virus B جزء من virus B when present this means more severe disease more rapid disease more complications لكن نقدر نقول باختصار كده C و B and B includes D or delta هل في حاجات تانية غير الفيروس استعمل chronic hepatitis؟ Is there other causes؟ زي؟ ايه؟ من قلب الهرسة؟ صور يا صور وانا بضربك Remember this. Schistosomiasis does not cause chronic hepatitis. This is a big mistake. Schisto is ده بيصور ولا مش بيصور؟ كده بيصور. الضرب ما ظهرش حلو قوي. Schisto. Schisto is Periportal fibrosis. It has nothing to do with the cells. خالص. It has nothing to do with the parenchyma. مالهاش دعوة باللحمة. لها دعوة بالإيه؟ بالفايبرز التي تحيط ببلوكات السيلز. يعني باللحمة. فإت نيفر كوزز كرونيك هيبوتايتس كويس انك عرفت دي النهارده وهو اتضرب ليه؟ لما بيقول انه الشيستوزومايسيس تعمل كرونيك هيبوتايتس لا عمرها ادخل على بيبقى عندكم انترنت كويس؟ ادخل على الانترنت تلاقي بيبر بعنوان Does Schistosomiasis اكتب العنوان Does Schistosomiasis interfere with the application of pathology scores in chronic hepatitis C هل بالهرسي تؤثر على the severity of disease الباثولوجي
في حالات الكرونيك هيباتيتس سي واحد عنده شيست وعنده فيروس سي واحد عنده هيباتيتس سي بس واحد عنده شيست بس. لو عملت ليفر باثولوجي لشويه من دول شويه من دول شويه من دول لما اجي اقارن السيفيريتي اوف باثولوجي هل الشيستو هنا تبقى فاكتور؟ سؤال. الاجابه هتلاقيه في البيبر دي. ادخل على على البابميت او اي اكتبها على جوجل هتطلع لك البيبر هتجاوبك على هذا السؤال. في اسباب تانية غير الفيروس تعمل كورونيك هيباتيتس؟ What are other causes؟ الكحول ها ممكن. ليه؟ مين؟ اضربني. لا ما يعني ما ها؟ لا. خلاص. اللي ممكن يعمل اوتو اميون هيباتيتس. يبقى بس ده اورينتيشن للاسباب عشان ما حدش يبقى فاكر ان هي فيرال بس او فيروس سي بس اوتو اميون هيباتيتس. في اسباب ثانيه في حاجه اسمها دراج انديوس هيباتيتس. يا سلام، هل في دواء الدكاتره العظماء اللي قاعدين دول ممكن يكتبوه يجيب للعيان كرونيك هيباتيتس؟ يس. And there is a list. لستة. مش دواء واحد. لستة من الأدوية اللي ممكن تعمل كرونيك هيباتيتس. نعم. تجيب هيباتيتس؟ كرونيك هيباتيتس. هيباتيتس is inflammation. لكن كرونيك فيرال هيباتيتس اللي كلكم عايشين فيه ده شريحة من it's only a sector of chronic hepatitis the viral etiology. In Egypt since C is prevalent and B is prevalent we usually see chronic viral hepatitis usually we do have a lot of chronic autoimmune hepatitis عادة تبقى في الفيميلز in this age. الاتش بتاعكم ده اصغر شويه او اكبر شويه. ممكن ميلز بس ثلاثه لواحد يمكن. لكن موجود في كرونيك نون فيرال هيباتيتس. الكونسبت دي لازم تبقى عندك. انه مش كل حاله كرونيك هيباتيتس تبقى فيرال، لا. ده ممكن تعمل له الماركرز بتاع البي ما تلاقيش حاجه، تعمل له الماركرز بتاع السي ما تلاقيش حاجه. تعمل له الماركرز بتاع الاوتو اميونيتي ما تلاقيش حاجه. تاخد بقى الايه؟ الحاجه اللي انتوا بتستطروا بيها قوي هيستوري دراج هيستوري. قول لي بقى يا عم خدت ادويه ايه في الاسابيع اللي فاتت في الشهر اللي فات الشهرين اللي فاتوا. يفتكر شويه وانت تشوف شويه في الروشتات القديمه ممكن تلاقي وان اوف ذا ليست اللي انا قلت لكم عليها. الليست دي منها حاجات مشهوره بعضها انتي توبركلوس الايسوميزي. في حاجات من ال نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز الحاجات اللي بيكتبوها الانالجيزيك انتي انفلاماتوري دراجز. وفي نيتروفيورانتوين. وارجع ادخل على النت دراج انديوس كورونيك هيباتيتس يو فايند ا ليست. ولو شفت اي كتاب محترم كاتب تشابتر عن الكورونيك هيباتيتس هتلاقي دراج انديوس هيباتيتس. يبقى فهمنا دلوقتي انه في انفلاميشن في الليفر اكتر من ست شهور ممكن يبقى فايرال وممكن يبقى حاجات تانيه. والحاجات التانيه من اوتو اميون لادويه. لو الضرب وقف سؤال جميل جدا. سؤال جميل جدا. لو الدراج وقف
الكرونيك هيباتيتس تو ريزولف ثيوريتيكالي يس and in many cases in practice yes but in real life there are cases where the chronic hepatitis does not resolve when the offending agent or causative agent is removed ما هيش straightforward كده لكن في حالات لما توقف ده من الحاجات الانتيبيوتكس اللي كنا احنا فرحانين بيها واحنا ريزيدنتس كان اسمه التجاري اوجمنتين اللي هو اموكسيسيلين اند كلافولانيك اسيد من الادويه اللي بتعمل اكيوت ليفر انجري وكرونيك هيباتايتس الاوجمنتين في بعض الحالات حتى لو في نعم حتى لو في السيرفيتيك حتى في السيرفيتيك دوز بتاعتها مين اللي يحصل له ومين اللي ما يحصلوش وعشان لها اوتو اميون بيزيس سو دراج انديوست كرونيك هيباتايتس موضوع كبير لكن انا ما يهمنيش على مستوى طالب الا انه يبقى عارف ان هناك بعض الادويه بتعمل كرونيك هيباتايتس اشكرك لو عرفت اسمين ثلاثه تبقى خدت امتياز شكرا ها الميكانيزم ايه؟ نعمل ايه؟ ده اللي عايز يقرا لكن انا بالنسبه لك عايز تعرف بس المعلومه دي ان في حاجه اسمها دراج انديوست كرونيك هيباتايتس وممكن دي تبروسيد الى انها تعمل ليفر فيلر لو استمر البروزاتيف ايجنت طبعا الحاجات غير معلومه المصدر هيربس ها كل اللي بيقولوا عليه اعشاب ومش عارف كل ده ممكن يعمل اكيوت بقى اكيوت ليفر انجري اما يعمل acute liver failure او يتحول الى chronic hepatitis accelerated cirrhosis cirrhosis واخد قطر بقى مش ماشي بسكليت ها فحكاية هيربس واعشاب والعودة الى الطبيعة وكلام ده دجل ونصب سمعين انتم ها الثلاثي ده الرباعي دجل ونصب كل حاجة اذا لقيت واحد بيحاول يستخدم اي شيء مقدس عشان بروموت دواء اعرف انه نصاب على طول الدواء علم مفيش مقدسات على الاطلاق حد بيحاول يستخدم حاجه مقدسه عشان يعمل بروموشن للدواء او يقول لك خده ده بركه شهر النصاب على طول بياع نصاب يعني جاي وده بيعمل مش كرونيك هيباتايتس بس ده بيعمل اكيوت شات داون في الليفر اكيوت ليفر فيلير واحد ممكن يبقى زيك وزي كده صوته عالي ومليان حيويه في يومين يتكون ويتكل على الله ها فالحاجات غير معلومه في المصدر ملهاش لازمه خالص المعلومه في المصدر يبقى انت اورينتد ايه الابعاد بتاعتها هستخدم اوجمنتين بس ابقى عارف انه في بعض الناس فجاه تبص تلاقيه خد اوجمنتين وبقى واحد جاي لك بجولد الساعه مفيش اي فيروس ولا في اي حاجه هات كده في الهيستوري يمكن تلاقي دواء من الادويه اللي ممكن تتعمل واللسته كل ما الادويه بتظهر يبقى دي مقدمه ولكنها ضروريه طيب اشخص how can I diagnose chronic hepatitis it's an inflammation يبقى التشخيص في اي حاجة في الدنيا clinical ولا laboratory وimaging imaging دي يعني بصور فترة ساوند سي تي وتبقى وازرز ده مش في كرونيك هيباتايتس بس this is in any disease يعني لو انت في موضوع مش مذاكره خالص you didn't read it you didn't remember it ممكن تقعد تتكلم فيه عشر دقايق من غير ما تكون بتتكلم اي كلام غلط
وكل كلامك صح اللي قدامك يحترمه. How to diagnose chronic hepatitis? Diagnosis of chronic hepatitis is clinical, laboratory, imaging, and other invasive procedures. Clinical, history, general examination, abdominal examination. ها؟ تخلي في المرض. ليه؟ هذه العقلية المرتبة عايزة filling the spaces بس. العقلية لأن واحد قال يبص في السقف ويبص تحت ويقول أصل مش فاكر مش عارف مش فاكر إيه. الدكتور لازم دماغه تبقى مرتبة جدا. How to diagnose؟ أنا بشخص إزاي؟ بشخص بتكلم مع العيان بشوفه رشيل and I'm very sensitive to this. I can also. What's your name? نور. اصحى يا نور. ولك عبد نور. ها؟ كان الصوت. So this is clinical, laboratory, imaging and others. ده كلام شاطر الناصح اللي مش فاكر. لكن لو فاكر او ممكن الكلام ده يفكره. History. العيان بيقول انا عندي فيروس. سيفي ايه؟ العيان بيقول انا ما عنديش حاجه خالص. General examination. العيان قدامي جوندس. العيان قدامي بيل. العيان قدامي appears ill. الكلام اللي انتوا بتستهتروا بيه. Patient appears ill. أو appears well. اللوكال اكزام هل في سبلينوميليا؟ هل في هيباتوميليا؟ هل في اسايتس؟ الكلام ده مش يمشي في تشخيص حاجه زي كلوكيتس. يمشي بشوف العيان واعرف من الكلينيكال ممكن اعرف الستيج اوف ذا ديزيز. الكرونيك هيباتيتس دي وصلت للسيروزز وصلت لليفر مانيفستيشنز اوف ليفر فيلير. طيب يبقى ده الكلينيكال. لابوراتوري ايه الحاجات اللي انا اعملها اعرف بيها الليفر فانكشنز حلوه ولا لا؟ الفانكشنز بتاع الليفر احنا متعلمين ان هي السيرم البومين، السيرم بيلروبين، و البروثرومبين كونسنتريشن. ده معاه التوتال بروتين. دي الليفر فانكشنز. Then when you say liver function tests, هي السيرم ألبومين ده لا تنتجه إلى الخلية الكبدية. البروثرومبين كونسنتريشن الحاجة الأساسية فيه بتنتجها الخلية الكبدية فقط. والسيرم بيلروبين ده الإكسكريتوري فانكشن بتاع البيليان سيستم اللي هو الكبد. فول يو سي ليفر فانكشنز الثلاثه دول. الله كل اللي قاعدين دول بيقولوا الدكتور ما قالش ليفر انزيمز. ها ليفر انزيمز براكتيكالي ار نوت فانكشن. دي ار ماركرز اوف انفلاميشن. فما يتقالوش الاول. ها تلاحظوا ان انا اي دونت ريسبكت ذيم فيري ماتش. ها يو ريسبكت ذيم فيري ماتش. From now, don't respect them very much. Put them in their في حجمهم الطبيعي. في حاجات كتير احنا عملناها overweight. It's not. يبقى لو لقيت واحد عنده الالبومين النورمال البومين من كام؟ 4 to 5. If it is 3.5. Wow! From 3.5 to 5. Less than 3 is liver failure. Liver sensitive failure. Huh? But 3.5 is the minimum
for a good liver function albumin. البيلروبين لقيت فيه جوندس، لقيت فيه 3 5 7 20 وتفر او لقيته 0.5. البروثرومبين كونسنتريشن نفس الكلام. يبقى من الليفر فانكشن تيستس والماركرز اوف انفلاميشن ممكن اعرف. طيب هل ضروري في الكرونيك هيباتايتس الاقي الليفر انزيمز عاليه؟ از ات نيسيسري اور ان اول ذا كيسز that liver enzymes are very high? Usually they are higher than normal. But in about even 1/3 of cases, they are normal. And this does not mean that the liver is not in a state of chronic hepatitis. So we learned today that yes, in chronic hepatitis, the markers of inflammation are usually high. In different degrees. But normal ALT and AST does not exclude the diagnosis of chronic hepatitis. بتعلموا دي. ومنها بتعلموا ان انتوا تحطوا الليفر انزيمز في حجمها الطبيعي. It is important marker of inflammation, yes. But it is not everything. And put it in its proper weight. طيب يبقى انا بعمل دول. طيب هل البلاد بيكتشر لها قيمه؟ كومبليت بلاد بيكتشر لها قيمه؟ الانيميا از نوت ا فيتشر اوف كرونيك هيباتايتس. لا يعني الانيميا ما يمكن واحده بيجيلها المنستريشن زياده. ما يمكن واحد عنده نزيف. ما يمكن واحده ما بتاكلش زي اسم فيها. نوره برضه؟ نوره ما بتاكلش خالص، ما عندهمش لحمه ولا سمك ولا فراخ. They don't have meat. They don't have. ما بتاكلش ليه؟ ها؟ You look anemic. نوره anemic. لكن مش كرونيك هيباتايتس. بس الجلوبين اللي عملوه؟ الثرومبوسيتوبينيا هي اللي لها علاقه بكرونيك ليفر ديزيز بصفه عامه. لو لقيت ثرومبوسيتوبينيا اقل من 100 فكر ان دي فيها كرونيك ليفر ديزيز. لما يكون في شك ان الحاله ليفر يعني. يبقى لما اطلب صوره الدم ابقى عارف انا ببص على ايه. لو لقيت انيميا مالهاش علاقه قوي. لكن لو لقيت ثرومبوسيتوبينيا ممكن ده يكون دخل في السيروزس. نعمل الفيرال ماركرز الانتي اتش سي في في الهيباتيتس سي، ولو لقيته بوزيتيف اعمل ايه؟ بوليميريز تشين رياكشن عشان اتاكد ان في فيروس. يبقى لو انا شاكك ان الحاله دي فيروس سي بعمل انتي بوديز للفيروس. اف ات از بوزيتيف بعمل confirmation بالpolymerase chain reaction. لا طب لو انا شاكك انها هيباتيتس بي ايه الحاجات اللي اطلبها؟ هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. اوبا. هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين لما يبقى بوزيتيف اكثر من 6 شهور more than 6 months this means chronic hepatitis. B. Hepatitis B surface antigen. Positive. طب لو لقيته positive تعمل ايه؟ What are other investigations؟ ها؟ علي الصوت. علي الصوت. حاجه انت قول هتشدني في ايه؟ شدني في ايه؟ اي جي ام شدني في ايه؟ اعمل في حاجه في بي سي ار. يس لازم بي سي ار لانه ممكن يبقى هيباتيتس بي سيرفيس انجن بوزيتيف وبي سي ار نيجاتيف. طب اعمل بي سي ار
هيباتيتس بي دي ان ايه اللي هو البي سي ار اشوف فيه ولا لا فيه فايرينيا ولا لا في بقى حاجات تانية اللي هي الهيباتيتس اسمها هيباتيتس ماركرز اي انتيجين وفي انتي هيباتيتس اي الانتي بودي بتاعه وفي انتي هيباتيتس بي كور وفي انتي هيباتيتس اس وفي بقى الانتي دلتا في كل حاله بي لازم تتاكد ان مفيش دلتا انتي دلتا لان لو في مع دلتا يبقى ده سيفير ديزيز وده هيحتاج علاج من نوع معين يبقى complete diagnosis of a case of chronic hepatitis B يحتاج الى ما هو اكتر من البي سي ار السيرفيس انتيجن والبي سي ار وفي حاجه اسمها ماركرز اذر ماركرز لو تحب تعرف يبقى الانتي اس ده يساوي الاميونيتي لو انتوا واخدين تطعيم وعايز تعرف التطعيم فعال ولا لا If you are vaccinated and you want to know whether this vaccine is successful or not, you do anti-hepatitis S. The TET, the concentration. And usually, this gives you idea about the success of the vaccination. أو لو واحد جاله acute hep B resolved, وعايز تعرف هل بعد ما بقى ريزولفد بقى اميون ولا لا تعمل ده يبقى this is for immunity الهيباتيتس بي كور فايدته ايه؟ يا ريت تكتب مش هتلاقي الكلام ده مكتوب بوضوح في اي مصدر لما نوره تجيلي في يوم من الايام وعايز اعرف previous exposure للهيباتيتس بي عملت لها الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وطلع نيجاتيف. هل يعني كده انها عمرها ما جالها هيباتيتس بي؟ لا ممكن يكون جالها هيباتيتس بي وريزولفت. اعرف ازاي؟ اعمل هيباتيتس بي كور اي جي جي. هو انتي بودي هي هيباتيتس بي كور اي جي جي انتي بودي. فلما احب اعرف المعلومه بتاعت هل تعرض واحد عنده سي وبي سي ار بوزيتيف وهيباتيتس بي سيرفيس انجين نيجاتيف واديته علاج وما جابش نتيجه احد التفسيرات انه بيبقى عنده هيباتيتس بي مش باين طب ما السيرفيس انجين نيجاتيف اعمل ايه؟ اعرف منين انه تعرض في يوم من الايام للهيباتيتس بي والهيباتيتس بي قد تكون هيدن او مش باينه اعمل له الكور انتي بودي اللي هو ده الحاجتين دول ده للكلاسيفيكيشن بس بتاع البي لانه البي نوعين نوع اي انتيجين نيجاتيف وده معظم المصريين كده ونوع اي انتيجين بوزيتيف ومعظم الاسيويين كده فده عشان بس تعرف النوع يبقى باختصار في كرونيك هيباتيتس سي وفي كرونيك هيباتيتس بي وتشخيصهم ليس صعبا very easy just ask the battery of investigations اعمل التشخيص الكامل ما ينفعش واحد تقول له انت هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف اوكي خد علاج مثلا علاج على اساس ايه؟ ده في حالات كتيره جدا يطلع نيجاتيف البي سي ار ما فيش فايرين بتعالج ايه؟ او خد العلاج الفلاني وما عملتلوش انتي دلتا انت مش عارف ليه الراجل ده بيتدهور يا عم اعمل له انتي دلتا ده إلايزا بيبان في نفس اليوم تعرف صحيح دول 3 4 5% من حالات البي
لكن 3-5% مهمين لانه بيترتب عليها تداعيات في العلاج. ممكن ده ياخد علاج مختلف خالص، علاج اغلى، علاج اقوى، علاج مده اطول، او على الاقل as a treating physician ابقى عارف ليه هو ما جابش نتيجه، ابقى عارف ان هو دلتا. ولو if you follow the patient up and the patient deteriorates within 3-5 years not 10-15 years ابقى عارف I have an explanation. I'm following up the case of B and Delta, not a simple case of B. في حاجة في الطب اسمها prognosis. إذا ما كنتش عارف تعالج كويس, at least you can tell the prognosis. أبقى عارف إن دي حالة straight forward سهلة, ودي حالة هتكعبل قريب أو فيها فاكتور كبير. يبقى ده ازاي تشخص حالة كرونيك هيباتيتس كلينيكال اند لاب. طيب ايجينج, كل حالة كرونيك هيباتيتس او حالة شاكك فيها في ليفر ديزيز سيمبلي اطلب ابدومينال التراساوند. الابدومينال التراساوند نوت تو دايجنوز سيروزيس, ات از نوت ا تول فور دايجنوزيس اوف سيروزيس, and it is not primarily اساسا ما هياش عشان اعرف السايز اوف ليفر اند سبلين. انا ممكن اعرفها بايد ويمكن ادق, لكن انا بطلب الابدومينال الترا ساوند علشان اشوف هل في فوكال ليجنز ولا لا. الحاجه اللي انا ما اعرفش احسها سمول فوكال ليجن نص سنتي او lymph nodes in the abdomen أو lymph nodes at portal hepatis أو portal vein thromboses أو thromboses anywhere. If I'm asking for imaging ultrasound وعارف في هذه الحالات أنا طالبها ليه. ها؟ أنا مش تمرجية ولا حكيمة ولا فراش عشان أطلب ادونا الالترا ساوند عشان اقول للعيان يو هاف ليفر سيروزيس. ده الليفر سيروزيس لو باين في الاشعه وانا ما عرفتوش في الهيستوري والكلينيكال اكزامينشن والجنرال اكزامينشن واللوكال اكزامينشن انا مش مهندس, انا مش دكتور. وانا مستني الالترا ساوند عشان يقول, او لو الالترا ساوند مثلا في اسايتس طب انا بحسها ايدي اشوفها بعينيا حتى. ها؟ فالالترا ساوند هنا له حاجات انا محتاجها اشوفها في بدور عليها. I'm asking abdominal ultrasound in cases of chronic hepatitis or chronic liver disease to look for focal lesions in the liver, to look for the thrombosis in the portal area, to look for abdominal lymph nodes or lymph nodes in the porta hepatis or cysts or hemangiomas. If you think about all these things which cannot be diagnosed simply by examination. الحاجات اللي انا ما اعرفش احسها او اعرفها لا من الهيستوري ولا من الاكزامينشن, هنا تصبح الابدومينال الترا ساوند addition for diagnosis. لكن الدكتور اللي يطلب ابدونا الالتراساوند مش عارف هو بيبص على ايه يقول له اه ده السبلين 13 سنتي, ده الليفر مش عارف كام سنتي, كلام فاهم. وانا طالب الالتراساوند عشان كده, ما الكلام ده لو الليفر كبير او السبلين كبير انا احسه بايدي. مش عشان كده انا طالب الالتراساوند, انا بشوف الالترا ساوند في الحاله دول الحمد لله ما عندوش فوكال ليجن بينهم نفسي, مفيش حاجه مستخبيه. الفاسكولار اريا فري, مفيش فيها ثرومبوزز, حاله ستريت فورورد, حاله عاديه كويس. يبقى ده الايمجنج. لو نرجع تاني كلينيكال لابوراتوري ايمجنج اذرز, اذرز دي هي ايه بقى؟ الحاجه الانفيزيف, الحاجه اللي هدخل ابره في عيان او هسحب حاجه من عيان.
هنا في الحالات بتاعتنا احنا دايما بنعمل ليفر بايوبسي في حال في معظم الحالات. ليفر بايوبسي بنعمل ليفر بايوبسي عشان نعرف الستيج اوف ذا ديزيز. الليفر بايوبسي الستيجز بتاعته اف 0 اف 1 2 3 4 4 دي هي بدايه الليفر سيروسس. اكتب ليه انا باكد على دي؟ لانه اف 4 مش معناها established complete liver cirrhosis والعيان في compensated والعيان في ascites والعيان في varices والعيان اطلاق. ده ممكن يبقى واحد completely normal apparently يعني مش حاجة خالص. لما نعمل البيوبسي يطلع F4، ف F4 ليس نهاية العالم. It's not the end of the world. ها؟ لا انت تتخط ولا تجنن العيان. لو عملت ليفر بايوبسي الواحد كرونيك هيباتايتس سي وطلع اف 4 معناها انه في ادفانسد فايبروزز بادئ يبقى في سيروزز. ده مرحله بالتاكيد ما هيش ايرلي لكن اتس نوت ذا اند اوف ذا ورلد. ده ممكن العيان يعيش بعدها سنه واثنين و10 و20 كويس قبل ما يدخل في اسايتس وفايسز. لكن طبعا لو لقيته اف 3 دي مرحله افضل، اف 2 افضل وافضل، اف 1 افضل، في زيرو ده على البر خالص مفيش. والستيجز دي years بين الستيج والستيج خمس سنين ست سنين سبع سنين years and years عشان ينتقل من stage to stage it takes years. So the whole process from normal liver to start of liver cirrhosis is a very slow process, takes years and years من 15 ل 30 سنة وممكن أكثر. ففي فرص كثيرة للعلاج. What is the treatment of chronic hepatitis C? Treatment is bigelated interferon every week and ribavirin 1,200 milligram per day for لمدة قد إيه؟ نورا. For how long you treat your patients with chronic hepatitis C? 2 years? Huh? Many years? From that? God takes you away. Only 1 year. Huh? 1 year. Years and years and years, this is in B. Maybe for life. B. But C, it's only 1 year for our genotype, which is genotype 4. And genotype 1 is also 1 year. Genotype 2 and 3, which is not present in Asia, 6 months. So if you are asking, مدة العلاج في فيروس سي سنة. سنة. 48 أسبوع. بعد سنة. بعد سنة خلاص. خلاص يعني إما شفاء تام وإما ما جابش نتيجة. ونسبة نجاح العلاج حوالي من 50-60% success. Success of treatment in hepatitis C is called SVR. Right. SVR, sustained virological response. What is the definition of sustained virological response? Mean PCR negative 6 months after cessation of treatment, after end of treatment. يعني نورا خدت 12 شهر علاج 12 months of treatment and stopped treatment and she comes 6 months after this with no treatment. 6 months is no treatment after 1 year of treatment
and we do PCR for her and she is still negative. This means Nora has بلغة الطب, بلغة الدكاترة, بلغة الهيباتولوجي sustained biological response. بلغة العامة شفاء تام. طيب هل كل الناس لازم تاخد ال 48 اسبوع يا نورة علشان اقول لها ما هو في 50% about 50% does not respond. Do you need to keep the patient 1 year on treatment and you come at the end of the year and say we are sorry, the treatment is not working. Or you can tell early and save time, effort and money. We can tell early. If you do PCR at end of week 12, 3 months of treatment, and PCR is not negative, stop treatment and tell the patient that he is not responding, there is no need to continue and wait for new drugs. Here you save the patient the suffering of 9 months of treatment, ملومش لازمة. You save money, you save effort, you save living. So we start treatment. If the patient respond at the end of week 3, we continue for 1 year. If he does not respond and PCR is still positive, we stop and ask the patient to wait. Brandon. بس قرب المعلمي لا المنتظم الميكروفون قرب قرب الميكروفون هي من بي سي ار كل 12 اسبوع اه المقياس ان احنا الايبولت الاميلاتي اه في ولا ما فيش لانه ثبت انه اللي ما بجيبش نتيجه بعد ال 12 اسبوع لو خد 100 اسبوع مش هيستفيد. ده فايده العلم يعني. هل كل لو انا عندي يا نور اللي لابس اسود وذا بلاك شيرت يس واتس يور نيم؟ نعيم. يا نعيم. If you have 100 patients with hepatitis C, are you going to treat 100 patients with interferon? لو انا عندي 100 عيان عندهم hepatitis C، هل 100 بيحتاجوا او ينفع اديهم interferon؟ No, of course no. There are contraindications. Many, many contraindications. Huh? The liver should be good, should be compensated. If any liver is decompensated or تعبان, يعني افرض ان انت نرجع للكلام البسيط بتاعك اللي هو التشخيص كلينيكال. لو انا لقيت العيان في اسايتس وبيحقن دوالي مريض وجايب انتي بوديز لهيباتيتس سي. طبعا كونترا انديكيتد تماما ان انا ادي انترفيرون واقدر اوفر ثمن البي سي ار، ما عملتش بي سي ار ملوش لازمه. عنده فيروس ما عندوش، عنده فيريا ما عندوش، ما تفرقش. It makes no difference. يبقى حتى اوفر فلوس يعني يجي واحد اسيتيك او هيستوري في بات الكوما او حاجه والاقي حد منكم طالب له بي سي ار بزعل الاول. دي معناها ان احنا ما اديناش المحاضره صح. ليه؟ انت طالب بي سي ار ليه؟ علشان تتاكد ان في فيرين. ليه؟ اديك انترفيرون. عايز تعالجه، هتعالجه بايه؟ ما فيش الا الانترفيرون والريبا فيرون، دول ما ينفعوش كونترا انديكيتد في هذا الشخص. يبقى ايه؟
ما نمشيش ورا الايه انفستيجيشنز. يعني ريمبر ذس، سو نوت اول كيسز وذ هيباتايتس سي ار فيت تو هاف ا كورس اوف انترفيرون ثيرابي. ذا فيرست كونديشن از ذا ليفر ماست بي بيرفكت، فيري جود ليفر فانكشن كومبنسيتد. الحاجة الثانية، there are other contraindications. If the patient has autoimmune disease, active autoimmune disease, systemic lupus, active rheumatoid, it's contraindicated. And we have to interfere. لو العيان عنده ischemic heart disease, active, يجيله angina attack, ومركب دعامة، وبيغير الدعامة. He has a stent, and he repeatedly changing it, and he's taking nitroglycerin. It's contraindicated to have interferon therapy. If the patient has other malignancies, عنده lymphoma, عنده tumor في lung, واحدة عندها tumor في الأوفر إلى آخر، ما ينفعش تاخد interferon في الحالة. فالconcept بتاع oh you have hepatitis C antibodies to hepatitis C, go and do PCR. Oh, it's positive. You need interferon. واللي قدامك مثلا acidic، أو اللي قدامك ischemic heart، أو very old age. أنا في قريب حد شاب برضو دكتور باعت لي واحدة عندها 82 سنة. And she is healthy. She is a mother. Grandmother, and she is governing a big family. ست ديكتاتورة من الطراز الأول. وواحد منكم قال لها أنت عندك هيباتيتس سي وعايزة انترفير، فجايبينها شايلينها. ست خابت على نفسها، لا خلاص هتموت. هي destroyed the quality of life. ده مش حكيم، الدكتور اللي طلب ده مش حكيم. 82 years ونورمال ليفر وفيري اكتف لايف، هتديها ايه وعشان ايه؟ ده هي حقنه واحده هتغني ظلموه وهتبقى حرمتها من متعه الحياه للسنوات اللي جايه. فلازم ايه نشغل ده، ما يبقاش بي سي ار بوزيتيف يبقى انت فيه. لا يا حبيبي، كلينيكال، نتكلم مع العيان ونشوفه. يوز يور ايز. دكتور حمدي العيشي ربنا يديله الصحه اذا كان عايش، كان معلمنا في المدرج زي ده الاناتومي في كلمه واحده، يوز يور ايز. انت بتحفظ، ما تبص يا مهم البتاع طالعه من هنا وراحه هنا. يوز يور ايز اند يوز يور برين اوف كورس. فاستعمل دايما التقييم، ما تقيمش تحليل، ما تقيمش فيروس، قيم هيومن بين، قيم انسان على بعضه عشان تاخد قرار. يبقى ده كرونيك هيباتيتس سي. طيب ال 50% وات اباوت ذا 50% هو دو نوت ريسبونس؟ از ذير اني فيوتشر؟ از ذير اني هوب؟ ذير از هوب، ذير از اولويز هوب، بس هير واتس ذا هوب؟ نورا رقم 3. What's your name? Ulfa. What's the hope of? Live happily. Don't you, Doctor Azim? Live happily. Very good. No. Of course, no. Anyone can say this. But doctors who have an idea about hepatology will say, in the very near future, in 1 or 2 years, we are going to have a new era, عصر جديد, for antiviral treatment for chronic hepatitis C. This is the virus, and we have two enzymes, protease and polymerase. For hepatitis C virus to be complete and active,
This virus needs two enzymes. Doctors, young doctors, young scientists have made anti-proteases. It's as easy as this. Polymerase, اعمل له ايه عشان اوقفه؟ Anti-polymerase. They developed. Of course, it takes some years. But the young scientists, اللي زيكم واصغر منكم في السن, في امريكا, في اليابان, في نيوزيلندا, عملوا anti-proteases anti-polymerases. When given, they stop the replication of virus. And that's why in clinical trials, the results almost 90% or 100% cured, even for the very difficult to treat cases. So there is hope, but not like Ulf say, always be optimistic. غزة تتحرق و I'm very happy to be optimistic. الله will them. No, you have to have rockets and weapons. And these are our rockets and weapons. We have anti-proteases. And they are a reality. في دلوقتي حاجات في فيس ثلاثة. لو انتوا عارفين يعني ايه الدواء. الدواء فيس واحد. ده بري كلينيكال في الحيوانات. فيز 2 يبدا في بني ادمين عدد صغير. فيز 3 في بني ادمين عدد كبير. ولو نجح يتسجل دواء. في دلوقتي 10 في فيز 3. يعني عبروا كل هذه وفي خلال سنه سنتين يعني اي ثينك انه بعد 3 سنين الجي بي هو اللي هيعالج الكرونيك هيباتايتس. ليه؟ لانه هيبقى دواء فورا. No side effects as an interferon. No contraindications as an interferon. And the success rate is not 50%, it would be almost 90 or 80%. So I say that with hepatitis C, game is over. We won. احنا كسبنا. That the science is dominated. We killed virus C تماما وبتاتا والى الابد في خلال السنوات القليله القادمه ب انتي بروتيزز انتي بوليمريزز وبلا فخر لا يوجد عربي ولا مسلم يشترك في هذه الابحاث. You have to be proud of this. And if you are proud of this, you may start working. To do something useful for the humanity. So, this is the story of hepatitis C. But for this year, for next year, and maybe for one more year, you give the patient hope, but give him the fear now. Don't walk out, and when you find the patient, tell him, oh, we have a magic drug, and the patient will start asking about it for 1, 2, 3 years. No, we have a drug. Called interferon, success rate 56%. Take the chance. And if you don't, you will have in the future another big chance. ده الدكتور الحكيم. لكن الحاجات دي حقيقة واقعة وقريبة جدا. سنة واثنين وثلاثة في عمر الأدوية is سفينين. Here is over. Chronic hepatitis B, تعالج ازاي؟ Chronic hepatitis B, what's the treatment of chronic hepatitis B? Malaysia has a lot of chronic hepatitis B. What's the treatment of chronic hepatitis B? Muhammad?
في محمد في باريس فين يقف ولا واحد نورا بس ذا تريتمنت اوف كرونيك هيباتيتس بي ماليزيا هاز ا لوت اوف بي بس ذا تريتمنت تريتمنت يعني فاكسينيشن ده وقايه طبعا there is no vaccination for chronic hepatitis C but there is vaccination for chronic hepatitis C. Chronic hepatitis B there are many antiviral drugs many historically the first one is called lamivudine 100 milligram ده سنة 1998 أول دواء للهيباتيتس بي أورال كان سنة 1998 لاميفودين لاميفودين is given for years and years and years 1, 2, 3, 5, 10 years The disadvantage of lamivudine, it is the oral one tablet daily, safe. حتى لو واحد عنده أسايد سخن. لو واحد عنده liver cirrhosis. What is the disadvantage of lamivudine? Resistance. When it is taken for months and years, sometimes after being very effective and the virus disappears, sometimes the virus returns again while the patient is taking the drug. So there is other drugs, tilbivudine, كل ده oral. في محاضرة بعدين. You have 1 hour. And the hour is finished. I am not asking for 1 hour more. Don't worry. Huh? When you grow up and understand, you will discover that you lost one precious hour. Tilbivudine is another drug. Entecavir is another drug. And very potent and no resistance, but very expensive. And there is Viriat. This is the most potent, which is called اسم العلمي تينو فوفير. Tenofovir originally was for AIDS, still for AIDS, but for B it is the most potent now. Tenofovir, Resmo Togari period. You have to remember at least these four names. Lamivudine, Tilbivudine, Entecavir, and Tenofovir. So for virus B, we have treatment, we have alternatives, we have to continue for years till eradication of the virus, till PCR becomes negative, and more importantly now, 2012, till hepatitis B surface antigen becomes negative.
يبقى ايه واتس ذا اند بوينت اوف تريتمنت وين تو ستوب وي كان ستوب بات وين بي سي ار از ريبيتدلي نيجاتيف اند هيباتايتس بي سيرفيس انجن تيرنز فروم بوزيتيف تو نيجاتيف دونت ستوب بيفور ذس تيرن. What's the benefit of the treatment? بعالج ليه؟ Why I'm treating the patients? I'm treating the patient to stop the train. قطار أسيوط. The train is going from chronic hepatitis, F4, compensated cirrhosis, varices, ascites, hepatic coma, liver failure, hepatocellular carcinoma. I'm giving lamivudine to prevent cancer. I'm giving tenofovir to prevent cancer. Entecavir to prevent cancer. Tenofovir to prevent cancer. And to prevent cirrhosis and its complications. In hepatitis C, I'm giving pegylated interferon, ribavirin, to prevent the chronic hepatitis train to go to the station of cirrhosis and to prevent cirrhosis to go to decompensated cirrhosis and to prevent the occurrence of hepatocellular carcinoma. Which is more dangerous, hep B or hep C? B is more dangerous because it can cause cancer without passing the station of cirrhosis. كل واحد كرونيك هيباتيتس B يتحول في سنوات قليلة إلى فوق عنده فوق الليجن وهيباتوسيلولار كارسينوما. لكن بتاع الهيباتيتس C عشان يحصل له هيباتوسيلولار كارسينوما لازم يفوت بكل المراحل بتاع السيروزيس. Don't forget in these cases to ask for alpha fetoprotein, especially in cases of B, which is a marker of inflammation originally. But if it exceeds hundreds, 300, 500, this could be a marker of hepatocellular carcinoma. And remember, before I go, اللي ورع الأنين قوي وعايزين يروحوا يقدروا يروحوا. Before I go, remember this. In about 2/3 of cases of hepatocellular carcinoma, alpha fetoprotein is normal. So, زي الليفر انزيمز كده حطه في حجمه. إذا لقيته عالي قوي خلاص يبقى نبهك وخير وبركة. ولكن إذا لقيته نورمال, this is not against the diagnosis of hepatocellular carcinoma if there are other markers or other things. إذا كنت أنت حاسس ماس في الليفر في إيدك أو في السونار فوق الليجن وفي السي تي فوق الليجن باثوجنومونيك اللي ده هيباتوما, ما تجيش تقول لا والله ده الالفا فيتوبروتين نور انا احسن ما يعمل. ها؟ Remember this fact, 2/3 of cases. ها؟ وفي بعض السيلار كارسينوما الفا فيتوبروتين is not normal, is not hard. For, before I go, autoimmune hepatitis in one word has four markers, anti-nuclear antibody, anti-smooth muscle antibody, liver kidney microsomal antibody. ثلاثة دول لو بوزيتيف يبقى دي اوتوميون هيباتيتس. The treatment is corticosteroids plus or minus immuran. نعم نعم ليه؟
انتي نيوكليير انتي بوديز. ASMA انتي سموث ماسل انتي بوديز. LKMA كله كابيتال ليترز. LKMA ليفر كيدني مايكروزومال انتي بوديز. If these are positive, this confirms the diagnosis of autoimmune. لو لقيت واحدة بنت كده جاب انزيمز 200 وفي جوندس 3 وبيولوجي نيجاتيف ومفيش حاجة خالص, ممكن دي تبقى autoimmune hepatitis. How to confirm, بعمل الماركرز دي. How to treat, corticosteroids plus or minus immunoglobulin. I hope I have covered chronic hepatitis in 1 hour. طبعا هي المفروض عايزة at least 4 hours. في كلام كتير جدا جميل chronic hepatitis. Go and read it. ما تقرأهوش من المصادر الزبالة اللي الدفعة اللي كانت بتفتحها دي اي منها اللي كاتبينها مش عارفين يعني ايه كرونيك هيباتايتس ولا كلام ساينتيفيك اللي صح ولا الكلام الجديد الادوية الجديدة ولا الادوية دي ولا الكلام ده اللي كاتب الكلام يعرفه. لكن الكلام ده اللي ما يعرفوش يبقى ما خدش ما يعرفش كرونيك هيباتايتس. Go and read it, it's easy. ها؟ يرين على النت. Use your eyes and use your brain. You are a doctor. ها؟ مش هسمع منين انت مش طالبة في أولى ابتدائي. انت ممكن تروحي وتلخصي الكلام ده من على النت. ها؟ اكتبي كرونيك هيباتايتس سي ريفيو, هيطلعلك ريفيو عن كرونيك هيباتايتس سي. أو خد البتاع ده واسمعي المحاضرة تاني. شكرا. رجاء ادوا المحاضرة دي للي حضروا امبارح لان امبارح ما كانش في وقت نتكلم لا على البي ولا على الاوتو اميون. فزمايلكم بتوع امبارح نبه